الانتقال إلى لبنان نافذة، وكلمة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ونعود لاستكمال الحوار. المصالح الشخصية والحزبية ضيقة، وعن مقايضة الثوابت والمبادئ والمسلمات بحفنة من المناصب والدولارات. الغد لنا لأننا بعيدون كل البعد عن أي روح انهزامية متلونة مسيرة. الغد لنا لأن الاستقامة والشفافية والنزاهة والصدق هي عنوان الخدمة العامة بالنسبة لنا. الغد لنا لأننا ننطلق من واقع لبنان المجتمع التاريخي بشكل علمي للوصول للتركيبة الفضلة لدولة لبنانية حرة سيدة مستقلة بالفعل، يعيش في ظلالها المواطن اللبناني بكرامته وعزته، بعيدا عن العوز، بعيدا عن التسكع والبطالة والحرمان، في دولة تضمن له وحاضره والأهم مستقبل أولاده. دولة لا توقعنا بحرب كل بضع سنوات، ولا تترك أرضنا تستباح لا من أقربين ولا من أبعدين. دولة تسير فيها الأمور من دون تعطيل ولا مقاطعة ولا شلل. دولة إداراتها العامة عاملة شغالة كل الوقت، بعيدا عن أي خلاف في وجهات النظر بين أركان السلطة. دولة نقول، ولكن على نطاق أوسع مما كنا نقوله في السابق، نيال من إلومر أدعنزي فيها. أما للذي يقول أصبحتم قليلي العدد، فنقول له قليلو العدد كثيرو الفعل والإنتاج والخدمة العامة، كثيرو الإشعاع. كثيرو الإشعاع في التربية والتعليم والطب والفن والثقافة والحضارة والاقتصاد. معتصمون دائماً أبداً بالوضوح والصلابة والاندفاع والمواجهة في سبيل لبنان، كل لبنان. ولمن يقول أننا زينة لبنان ورونقه، نقول بل نحن جوهر وجوده وركنه وعنوانه. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن كل الأعداد والنسب التي ترمى يميناً ويساراً في بعض الإعلام هي غير دقيقة، عدا عن عامل أساسي وجوهري، وهو أن الدستور اللبناني غير مبني إطلاقاً لا على العد ولا على الأرقام. إن كل من يتكلم بلغة الأعداد يقول علناً أنه يريد تغيير الدستور. إذا كان البعض يريد تعديل الدستور فلا مانع لدينا. فلننتخب رئيساً أولاً وتبعاً للدستور، وبعدها نحن جاهزون لبل ندعو لطاولة حوار وطنية فعلية، مش مزح مثل ما عم بصير هلا، نطرح في قصر بعبدة، حيث نطرح كل شؤوننا وشجوننا الوطنية، يتركز النقاش فيها على عنوان أوحد، أي لبنان نريد، ونتفق على أننا لن نخرج من هذا الحوار كما خرجنا من كل الحوارات السابقة، فيما البلد يواصل انهياره ومؤسساته تتآكل وشعبه يموت ويهاجر. حان الوقت لأن نحسم النقاش حول الأمور الخلافية الأساسية التي تمنع قيام دولة فعلية وتبقي لبنان ساحة فوضى وفساد وعدم استقرار. وبكافة الأحوال، وللذي يحاول تعييرنا بأننا قليلو العدد، نقول له إن الكرامة قليل. إن الكرامة قليل، وما هم من كان قليله مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول. أيها اللبنانيون، إذا كان البعض يعتقد بأنه في نهاية هذه الحرب ومهما كانت نتائجها، فإن المجموعة الدولية كما العربية ستفاوض محور الممانعة بخصوص مستقبل لبنان لأنه الفريق المدجج بالسلاح، فهذا البعض هو مخطئ. إن أحداً لن يقبل بأن يعود الوضع في لبنان
إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأن تستمر الدولة في فقدان قرارها وتفككها. الجميع في اليوم التالي للحرب سيتفاوضون مع من يملك مفاتيح اليوم التالي، مفاتيح المستقبل، مع من يملك الرؤية والخطة والإصلاح، لا مع الذي لا رؤية له إلا الحرب، ولا إصلاح لديه إلا التجارات الممنوعة والاقتصاد الرذيل. لقد تعب الجميع من الخطابات الرنانة والحروب المستمرة والتي أوصلت إلى اهتراء الدولة وإلى فساد مستشر وإلى انهيار اقتصادي لم يشهد له لبنان مثيلا، وإلى ضياع تعب وعرق الناس من خلال ضياع ودائعهم، وإلى فقر وعوز وتعتير اجتماعي قل نظيره سابقا في لبنان، حتى بات لبنان يصنف في جميع المجالات الآخر إذا لم يكن الأخير في أسفل قائمة دول العالم مع الصومال وفنزويلا بعد أن كان سويسرا شرق. إن أكثرية الشعب اللبناني كما جميع أصدقاء لبنان في الشرق والغرب ملوا ويرفضون بقاء لبنان في هذه الوضعية التعيسة التي أوجده فيها محور الممانعة بالتواطؤ مع بعض السياسيين أكلت الجبنة الذين خانوا الأمانة ولم يفعلوا إلا الاهتمام بمصالحهم السياسية الضيقة ومصالحهم المالية الواسعة. إن اليوم التالي هو لنا، بكرة إلنا، ليس لسبب سوى لأننا أولاد الغد، نحمل لغته ومفاهيمه وخططه وبرامجه منذ الآن، متحلين بكل ما يلزم من أخلاق واستقامة وشفافية ومعرفة بالشيء تمكننا أن نصنع الغد. أما محور الممانعة وحلفائه فرأينا ما كانت نتيجة تحكمه بزمام الأمور، وهو لا يصلح إطلاقاً، لا هو ولا حلفاؤه لليوم التالي، ولا يتوقعن أحد أن يكونوا هم عنوان المرحلة المقبلة. إن الجميع بعد نهاية هذه الحرب سيرى نفسه ملزماً بدعم نظرتنا لقيام الدولة، لأن الجميع يريد استقرار لبنان الذي يشكل ضماناً ومطلباً للجميع في الداخل والخارج، ولأن الجمهورية القوية وحدها تؤمن هذا الاستقرار، ونحن بناة الجمهورية القوية. الغد لنا. أول شيء يجب فعله في اليوم التالي هو تطبيق الدستور والقوانين لقيام دولة فعلية ومؤسساتها، فلا كيان لا تحفظه دولة، ولا دولة يمكن أن تقوم خارج الدستور والقوانين، وإذا لم تفرض سطوتها على كامل ترابها وحدودها بقواها الشرعية، وإذا لم تمتلك قرار الحرب والسلم. بكرة قلنا كمان أول شيء لازم نعمله باليوم التالي هو إعادة النظر بكل شيء بلبنان ما عدا حدوده ووحدته. اليوم التالي ما فينا نصلوا بالمسايرات البلهاء والمجاملات الفارغة وقول الأشياء من دون قول شيء. أوكي، شفنا الطريقة اللبنانية التقليدية بمقاربة ومعالجة الأمور لوين وصلتنا. اليوم التالي لازم يكون يوم الصراحة، يوم الوضوح، يوم الشفافية والحكي المباشر، لازم يكون يوم طرح الحقائق مثل ما هي من دون زغل ولا خبث ولا حديث فوق الطاولة شيء ونية تحت الطاولة شيء تاني. إعادة النظر بكل شيء بلبنان ما عدا حدوده ووحدته، لأنه صار لنا هلأ 20 سنة عايشين بجهنم، ساعة معلنة وساعة مش معلنة. بس حتى قبل 20 سنة ما كنا عايشين مثل الناس ومثل ما لازم نكون عايشين. كل سنة سنتين ثلاثة أربعة هزة خضة حرب أزمة مقاطعة، وعطول دولة مشلولة أو شبه مشلولة، مواطن ضايع حير بين حبه لأرضه ووطنه وتمسكه فيهن وبين نوعية حياة ما بتليق لا فيه ولا بولاده. نحن اليوم ما عم نفترض، نحن اليوم ما عم نحلل ولا عم نطرح نظريات، عنا قدامنا تجربة 50 سنة لورا، تما روح أبعد من هيك، يلي هي أكبر دليل على ذلك، هي كارثية بكل معنى الكلمة. بيشتغلوا 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 اللبنانية
بالآخر شو بضل لهم ورا كل شغلهم؟ بيطلعوا ما بضل لهم شيء. هذا ما إذا ما خسروا أولادهم وأحبائهم وقرايبينهم وضيعهم ومرضوا. من جرب لمجرب كان عقله مخرب. وبالتالي علينا كلنا كلبنانيين نفتش عن تركيبة تانية لدولتنا، تخلصنا من تعقيدات الطائفية السياسية بالتحديد، وتخلينا نعيش بشراكة حقيقية مع بعضنا. تركيبة أخرى تخلينا نعيش بكرامة، بحرية، بوطن ممسوك، مش بأرض مستباحة، بدولة كل اهتمامها بواقع شعبه ومستقبله، مش دولة مشلولة أكترية الوقت، بدولة بتاخد ضرائب من الأوادم من بين شعبها بالمقابل ما بتقدم لهم شيء. بكرة قلنا وبكرة ما بده جماعة مبارح، بكرة بده جماعة بكرة، ونحن واللبنانيين المخلصين جماعة بكرة. أيها اللبنانيون، إن موقفنا كقوات لبنانية من القضية الفلسطينية لا لبس حوله، فلا يمكننا أن نتجاوز نضال الشعب الفلسطيني الهادف إلى إقامة دولة تعبر عنه، ولا يمكننا أن نتجاوز الألام والدماء والدموع على مدى نحو قرن من الزمن وصولاً إلى ما تعانيه غزة اليوم، وهلأ صرنا بالضفة الغربية. نحن مع القضية الفلسطينية ليس على أساس ديني ولا على أساس عرقي، بل على أساس الحق والعدل. بالوقت الذي نحن فيه طبعاً ضد السلاح الفلسطيني على أرض لبنان، هذا ما أدركته القيادة الفلسطينية مشكورة ولو بعد حين، وهذا ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. أيها اللبنانيون، نحن نتضامن أشد التضامن مع الشعب الفلسطيني ومعاناته الهائلة في غزة وغيرها. نتضامن مع الشعب الفلسطيني بما لنا قدرة وطاقة عليه، تضامن صادق من القلب، تضامن صافي ومباشر من دون ادعاءات فارغة ولا بهورات في غير محلها ولا استعراضات لا تغني ولا تثمن ولا على ظهر البيعة في سياق استراتيجيات أخرى لها أهداف ومرام أخرى. للشعب الفلسطيني كل الحق في أن يعيش بسلام وأمان وكرامة مثل أي شعب آخر في العالم، وفي أن تكون له دولته المعترف بها دولياً. نحن نتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة التي يجب أن تتضافر الجهود الدولية والعربية لإيجاد حل شامل لها على أساس القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام سنة 2002، أي حل الدولتين. لا يزيدن أحد علينا في هذا المجال، ولا يحاولن أحد أن يستغل القضية الفلسطينية لتقوية مصالحه وتعزيزها داخل لبنان وداخل الإقليم، وللتغطية حتى على قتاله للفلسطينيين بالذات في مخيم اليرموك وغيره لسنوات خلت، أو أن يستخدمها مطية وأداة لتصفية حساباته السياسية في الداخل ولتبرير خروجه المشين والفاضح على السلطات والقوانين والدولة والمبادئ، ضارباً عرض الحائط بالمصلحة اللبنانية ومغامراً بلبنان ودوره ومستقبله. إن محور الممانعة يزج بلبنان في حرب عبثية لا أفق لها، حرب يرفضها اللبنانيون وفرضت عليهم فرضاً لا تمت إلى قضاياهم ومصالحهم بصلة ولا تخدم إلا مشاريع ومخططات خارجية. هذه الحرب التي انخرط فيها حزب الله يجب أن تتوقف قبل أن تتحول إلى حرب كبيرة لا تبقي ولا تذر. نحن نسأل، كيف يسمح حزب الله لنفسه بأخذ اللبنانيين إلى حيث لا يريدون، إلى حيث لا يريدون وإلى حيث يريد هو فقط، وبما يخدم مشروعه وارتباطاته؟ من أجاز لحزب الله وأعطاه التفويض لأن يصادر قرار اللبنانيين وحريتهم ويحتكر قرار الحرب والسلم، وكأن لا دولة في لبنان ولا حكومة ولا سلطة ولا مؤسسات ولا شركاء له في البلد ولا شعب حتى؟ كيف يعقل أن يكون لبنان الدولة العربية الوحيدة المتورطة في هذه الحرب؟ لماذا لم تتحرك جبهات دول الطوق والجوار وأولها الجبهة السورية؟ سوريا الصمود والتصدي وهي في صلب محور المقاومة. لماذا يزج بلبنان وحده
ويستدرج إلى التدمير والخراب، وهو العاجز عن تحمل أدنى 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 تبعات الحرب وفاتورتها الباهظة، وهو لا يمتلك الحد الأدنى من مقومات الصمود والمواجهة، ودولته متحللة وفي ظل فراغ رئاسي متماد وحكومة تصريف أعمال ومجلس نواب معطل وممنوع عليه حتى انتخاب رئيس للجمهورية. هذه حرب لا يريدها اللبنانيون، ولم يكن للحكومة رأي فيها وكلمة. هذه حرب لا تخدم لبنان، ولم تفد غزة، ولم تخفف من معاناتها وأوجاعها قيد أنملة. وأحداث الأشهر العشرة راح يصيروا 11 هلا الأخيرة خير دليل على ذلك. ويريدونك أن تصفق لهم وتشد على أيديهم وتقبل صاغرا بما خططوا له ونفذوه، ضاربين عرض الحائط بالدولة وسلطتها وسيادتها وكل المواثيق والأعراب. وإذا لم تفعل تصبح خائنا عميلا، فيما هم يمثلون قمة العمالة والارتهان لمصالح دولة ومشروع غير لبنان. على من تورط في هذه الحرب من حيث يدري أو لا يدري، وعلى من أخطأ في حساباته، أن تكون له شجاعة الخروج من هذه الورطة القاتلة ومن مشاريعه وارتباطاته الإقليمية. هذا أمر ممكن ومتاح إن توافرت نية سياسية والحد الأدنى من الحس الوطني. هذا أمر سهل ولا يتطلب إلا الالتزام بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية لحمايتها وتأمين سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية لوحدها. نطلب من الحكومة اللبنانية التي هي صاحبة الدار والقرار، مش بكرة يطوى رقبتهم هيك يسكعوا انه ما دخلنا. نطلب من الحكومة اللبنانية وينك يا حكومة اللبنانية التي هي صاحبة الدار والقرار، ان تدعو حزب الله الى وقف هذه الحرب العبثية التي لا مبرر ولا افق لها. أن يفعلها الحزب متأخراً خير من أن لا يفعلها أبداً، لأن ما خسرناه حتى الآن على فداحته قليل مقارنة بما قد نخسره لاحقاً. على حزب الله أن يتحلى بشجاعة اتخاذ الموقف الوطني الصحيح، لأنه لا يكفي أن يتحلى بشجاعة القتال فقط. أما إذا أصر على الاستمرار في الحرب والهروب إلى الأمام فإن عليه أن يتحمل لوحده، وعم نقول له إياها من هلأ، عليه أن يتحمل لوحده العواقب والمسؤولية أمام الله والوطن وأمام الشعب والتاريخ. خلاص يا شباب، إذا كان هيك إيه بس مش جديد. إذا كان الحزب أخطأ في حساباته بزيادة إذا كان الحزب أخطأ في حساباته وفي دخوله الحرب، فالرجوع عن الخطأ فضيلة، ولكن الأهم عليه ألا يخطئ في حساباته لما بعد الحرب أيا تكن نهايتها ونتائجها، للارتداد على الداخل. كفي. أوكي. الله أكبر.
بطبيعة الحال هذه الكلمة إذن لرئيس حزب القوات سمير جعجع التي تحدث فيها أن حزب الله يتحمل وحده مسؤولية هذه الحرب وعواقب هذه الحرب. نعود مرة أخرى إذن للكلمة. نتائجها للارتداد إلى الداخل ومحاولة فرض معادلات معينة وتحصيل مكاسب والتعويض عن خسائره أو لترجمة ما يدعيه ويتوهمه انتصارا. لا يعتقدن أحد في لبنان مهما بلغ من فائض قوة أن بإمكانه تغيير هوية لبنان أو المس بخصائصه وتوازناته أو تزوير تاريخه وأخذه إلى مكان آخر لا يشبهه وإلى دور آخر يتعارض مع دوره التاريخي. لبنان كان وسيبقى أرض الحرية والكرامة والحضارة والتنوع، الملتزم بالقضايا العربية والمواثيق الدولية. لبنان كان وسيبقى سيداً حراً مستقلاً، وأبواب القذائف والمسيرات والصواريخ على أنواعها لن تقوى عليه. أيها اللبنانيون، إن قراءتنا لعناصر القوة الوطنية يدفعنا إلى مصارحة حزب الله بأن حزن وألم عائلات شهدائهم وجرحاهم لا يعني أبداً شعور فرح وغبطة لدينا أو لدى لبنانيين آخرين، بل على العكس، نحن نحزن لسقوط لبنانيين إخوة لنا وشركاء في الوطن، ولما يحل في الجنوب من دمار وخراب، ولما يصيب أهله من مآس وحروب. حاولنا كثيراً بمواقفنا وعملنا السياسي والنيابي تجنيبهم إياها. إنما يصيب أي طرف لبناني يصيبنا نحن أيضاً، ومن غير الصحيح أننا نراهن على هذا العامل وذاك الاستحقاق أي وأياً يكن. رهاننا الوحيد كان وسيبقى على أنفسنا ووعي اللبنانيين الآخرين، ولنا مثال حي على ذلك في مصالحة الجبل التاريخية التي نتمسك بها ونحميها برموش عيوننا كل الوقت، ونتطلع إلى أن تكون مثالاً يحتذى وكبقعة الزيت تمتد جنوباً وشمالاً وشرقاً لتشمل كل الجغرافيا اللبنانية قاطبة. رهاننا أن نبقى موجودين كلنا بشراكة حقيقية كاملة، بتركيبة للدولة تحقق هذه الشراكة بعيداً عن استئثار أي مكون لبناني بالسلطة لوحده من خلال تشكيله قوة مسلحة خارج الدولة مهما كانت الحجج والمبررات. إن سلاح حزب الله يمس جوهر التعايش اللبناني وجوهر مفهوم الدولة، وليس هناك أي منطق يقبل بمعادلة قيام دولة إلى جانب الدولة، ولا يمكن التعايش بينهما. فلنترك للدولة حصرية السلاح حسب القوانين والدستور، ولا نعبث بمستقبل وطننا خدمة لمشاريع إقليمية لا طائل منها. ولحزب الله نقول إن سلاحك لا يحمي الطائفة الشيعية، كما أن أي سلاح لا يحمي طائفة في لبنان. إن كان هناك من حماية فهي حتماً في كنف الدولة الفعلية العادلة القادرة، فالضمانات من مسؤوليتها، وطمأنت بعضنا البعض من مسؤوليتنا جميعاً. إن ما نريده ونعمل من أجله هو الغد لنا جميعاً كلبنانيين، فقد آن الأوان أن نخرج معاً من الماضي لكي نبني المستقبل، بناءً يجسد طموحات كل مكون منا بعيداً عن منطق الهواجس الظرفية أو الوجودية. إن ملاقات بعضنا البعض في الوطن من شأنها تبديد كل المخاوف وإسقاط كل الرهانات الخارجية من أي جهة أتت. إن أول خطوة غاية في الإلحاح في الوقت الحاضر هي انتخاب رئيس للجمهورية. إن انتخاب رئيس للجمهورية يجب ألا يكون موضع مساومة أو تلاعب، بل يجب أن يبقى مستنداً إلى قواعد دستورية واضحة لا لبس فيها ولا تخضع لأي اجتهاد. على الرئيس نبيه بري وبفعل مسؤولياته الدستورية الواضحة
أن يدعو وكما نص الدستور إلى جلسة انتخاب رئاسية بدورات متتالية من دون لا تشاطر ولا تذاكن حتى التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وليفوز من يفوز ويلقى التهنئة والمباركة من الجميع، بدلا من أن نظل في دوامة التعطيل والدعوات العقيمة إلى حوار جرى ويجري كل يوم ومن دون أن يؤدي إلى أي نتيجة. على الرئيس بري أن يفكر ويتصرف من موقعه الدستوري المسؤول كرئيس لمجلس النواب، وليس من موقعه السياسي كطرف وحليف لحزب لديه حسابات أبعد من رئاسة الجمهورية وأبعد من لبنان حتى. نحن لن نقبل وتحت أي ظرف من الظروف بأن يفرض فريق لبناني موقفه ومرشحه على كل الآخرين، وأن يضع يده على رئاسة الجمهورية، وأن يمعن في التعطيل والتزوير. الطريق إلى قصر بعبدة لا تمر في حارة حريك. والدخول إلى قصر بعبدة لا يكون من بوابة عين التين ووفق شروطها وحوارها المفتعل. الطريق إلى قصر بعبدة تمر فقط في ساحة النجمة ومن خلال صندوق الاقتراع. إن مسألة رئاسة الجمهورية تعني جميع اللبنانيين والمسيحيين منهم بشكل خاص عملاً بقواعد النظام، ولا يمكن لأي فريق مهما جبر وتجبر ورفع الصوت وتوعد أن يحتكر ويتحكم وينسف التوازنات والشراكة الوطنية ويبتدع سوابق ويستحدث أعرافاً تصبح أقوى من الدستور وفروعاً تصبح هي الأصل والأساس. تبوا يشترطون حواراً لانتخاب رئيس للجمهورية ويرفضون حواراً لإنقاذ الوطن من براثن الحرب وأخراجه من النفق المظلم الذي نحن فيه. طيب عندما يعجزون عن فرض مرشحهم والرئيس الذي يريدون، فكركم لو عندهم 65 صوت بس لمرشحهم، ما كانوا من 3 سنين عملوا جلسة طلعوا؟ أكيد. عندما لا يستطيعون يطرحون الحوار للتحايل على الواقع وليحققوا عن طريقه ما لم يستطيعوا تحقيقه عن طريق القواعد والآليات الدستورية والديمقراطية. وعندما يريدون التفرد بقرار الحرب وسوق لبنان واللبنانيون إلى أتون حرب لا قدرة ولا طاقة لهم عليها، يرفضون الحوار ويتجاهلون الدعوات النيابية الملحة والمحقة لمناقشة الحكومة في مجلس النواب حول الحرب. هنا يحضرني قول بسيط لسماحة الإمام المغيب موسى صدر. ما رحنا بعيد أبدا. سماحة الإمام موسى صدر شو بيقول؟ بيقول: أنا لا أنكر وجود ظالم ومظلوم، ولكن لا نريد أن نحول المظلوم إلى ظالم والظالم إلى مظلوم. في الخلاصة، عندما يتحكم اللا منطق ولا شراكة ولا مساواة بالعمل السياسي في لبنان، وعندما يتم كل يوم الدوس على الدستور وضرب عرض الحائط بالقوانين والأعراف، تكون النتيجة كما نعيشها اليوم: تحلل شبه تامن للدولة، وطن مستباح، مواطن متروك لمصيره. وهذا ما لن نقبل باستمراره على الإطلاق. من هنا وفي هذه المناسبة بالذات أدعو اللبنانيين المخلصين، وهم كثر، إلى المشاركة جميعاً في خارطة الطريق لوقف الدوران في هذه الحلقة الجهنمية والخروج منها إلى حلقة بناء وطن فعلي بدولة فعلية. إن أول خطوة على هذا الطريق هي تضافر كل النوايا الحسنة الموجودة في المجلس النيابي. هي موجودة بس تعرفوا شو عاملة في المجلس النيابي. والذهاب غداً وبحكم المسؤولية التي حملها الدستور للنواب بالذات في هذا المجال، الذهاب إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس جديد للبلاد. في الختام، شهداءنا الأبرار، رفيقاتي رفاقي، أيها اللبنانيون،
مهما يكن من أمر. فأنا كل إيمان، لبل أبعد من الإيمان بعد، بأنه وفي نهاية المطاف لن تكون إلا مشيئته، وكما في السماء كذلك على الأرض. هذا ليس مجرد دعاء، هذا ليس مجرد دعاء، بل عهد قطعه أسلافنا وأجدادنا وأباؤنا على أنفسهم، ونحن فيه ملتزمون مستمرون. الغد لنا، لا نهاب شيئا ولا نخاف أحدا. وكلما اشتدت الصعاب علينا اشتدت عزائمنا أكثر فأكثر. وإن كان في الليلة الظلماء يفتقد البدر، فنحن في الأيام السود لا نفتقد الرجال أبدا أبدا أبدا. إذن نكتفي بهذا.